بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، صدق الله العظيم. وقيل في وصف موت الشجعان: أمان عليك يا قبر، ما يكون فيك حصى ولا طوب، جايلك ولد زين من غدر الزمان معطوب. عرف عنه الشهامة والرجولة، كان سند لأهله وزويه، ودى حياته بيد الغدر والخسة، فتعالت الأصوات بالبكاء عليه. ذهبنا إليهم فوجدناهم أسر محطمة، والحزن يسكن أركان المنزل. شهدنا طفلا رضيعا ينظر في كل الوشوش يبحث عن الأمان، الجميع يرددون كلمة واحدة: فقدنا السند والنهاردة ظهرنا اتقطم. فمات من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة. أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من تفاصيل. النهاردة في تفاصيل عندنا أكتر من فقرة. فقرتنا الأولى هتكون مع أسرة محمد مصطفى اللي اتقتل غدر في الموسكي، والسبب شهامته ودفاعه عن أبوه. أما فقرتنا الثانية هتكون بعنوان 30 دقيقة خير، واللي هنشوف فيها جهود مؤسسة نبض الحياة في بناء المساجد وعمل أبار ووصلات المية في القرى والنجوع. أما عن فقرتنا الثالثة هتكون من الفيوم، واللي هنعرض فيها استيلاء مافيا الأراضي في الفيوم على أراضي المواطنين وترويع أمنهم. خلونا نطلع نشوف تقريرنا الأول مع أهل محمد الله يرحمه، ونرجع لحضراتكم مرة تانية، ابقوا معنا. رصاصه في صدره، راح مديله رصاصه في بطنه، رصاصتين. ينفع عيل بيقول لي انا فاضي؟ يا ابني انت، انا بس حقه مش هديك. لا محمد، لا والنبي، لا محمد، لا محمد، لا والنبي. حزبة الله ونعم الوكيل، حزبة الله ونعم الوكيل، شلت الشله ده كلها. نزلت بكاميرا التفاصيل لمحمد مصطفى عوف الله يرحمه. محمد اتقتل في محل أبوه، محل أبوه اللي في الموسكي. معروف دايما عن الموسكي اللي هي منطقة تجارية بتبقى الحياة فيها التجار، ناس قدام محلاتهم قديمة، عارفين بعض، بياكلوا عيش جنب بعض، معارف لبعض، بيحضروا أفراح بعض وجنازات بعض. إلا إن اللي قتل محمد الله يرحمه ابن صاحب أبوه، تاجر زي أبوه. في الحقيقة حاجة الواحد بيستغرب لها جدا، ما بقاش القتل على إيد ناس يعني بتوع سجون ولا ناس بتاعت بلطجة ولا لا، الأمر اختلف، الأمر اختلف تماما. تعالوا نطلع نعزي أهل محمد الله يرحمه ونشوف الموضوع ده حصل إزاي. زمان كان اللي بيقتل اللي هم وش السجون المسجلين خطر، كان دايما الناس تقولك يعني بلاش تهور، عندك حاجات كتير تخاف عليها. لكن في حالة محمد الله يرحمه اللي قتله راجل من معارفه، تاجر زي أبوه، يمكن يكون شافه من هو عيل صغير. تعالوا نسمع الحكاية ونعزي والد محمد بقاء لله حاج مصطفى. قلبي عندك، ربنا معانا كلنا. احكي لي كده اللي حصل. اللي حصل ان في خلاف ما بين عيلة برغوت وعيلة سالم في قطعة ارض. يعني موضوع الجريمة عشان خلاف؟ لا، ده الخلاف بقاله كتير، انا داخل بصف بينهم وبحدد كل واحد مساحته، عشان انا ليا مساحة قبل كده بنيتها، عشان انا اللي عارف حتة الارض فين. عشان حضرتك بتشتغل ايه؟ تاجر في الموسكي. موسكي طول عمري، انا مالي 45 سنة. والقاتل؟ القاتل ده كان عنده أبوه مدلعه من صغره، ها كان فتح له مكتب في الموسك العرق سانيو مصر، وكان مسكه فلوس، كان بيسهر سهرات وبيشرب وبيعمل، لقوه كده راحوا مصفين مع أبوه. أخوه التاني مسك أخوه التاني، هو جاله جنان لما أخوه مسك. المشكلة مش معايا خالص، مع أخوه، أبوه وأمه وأخواته بعدوه خالص، ما بيدلوش فلوس ولا أي حاجة. جه المهندس بيقسم الأرض، أنا معايا التقسيم الجديد، عايز يجي ياخده. طيب كده عندك. اكمل.
عايز يجي ياخد تقسيم الارض مننا. قلت له يا ابني مالكش دعوه، مال انا الخلاف مع محمد قبل يوم الاربعاء. الساده المشاهدين ما يعرفش يعني ايه تقسيم الارض. يعني الممرات 2200 متر في ممرات بتخرج، وده ليه جزء وده ليه جزء، وابوه ليه جزء وناس ليها جزء. 16 واحد شريك في الوكاله دي، من ضمنهم ابوه وامه. ماشي. لكن ليس هو ليه اي صفه. طيب ابوه وامه ادوا الصفه لاخوه احمد سالم. ماشي. هو عايز يموت احمد سالم بقاله شهرين. أخوه لأن أصلا تربية مش تربية على طبلية. دول متربيين تربية تانية خالص، تربية عنف. أخوه قاتل واتقتل، وقبل كده حرقين واحد، وشغلهم كله شمال بس قدام الناس معاهم فلوس بدينهم. بلطجية بقى؟ لا مش بلطجية، مش وضع بلطجية، بلطجية من تحت لتحت بفلوسهم، لكن هما جبنة خسة. ابني مات غدر. يهددوا ليه بقى؟ عايز بيقول له فين العلامات اللي هنا اللي ابوك علمها معلمها بتاعت الممرات. قال له عم مسعد انا ما اعرفش حاجه، ده طفل 21 سنه. قال له عم مسعد انا ما اعرفش حاجه عن ابويا، ومفيش علامات هنا، العلامات كلها فوق السطح. يعني هاخدك اوريك الوكاله العلامات اللي عاملها المهندس فوق السطح. طلع له الطبنجه وحطها له. مشى امين الشرطه، خرج بره مش مشي، راح مطلع له الطبنجه قال له هقتلكم. قال لي ابني ايه؟ هقتلكم. فانا نزلت يوم الخميس قريبه، قال لي خلاص عيل ما فهمش حاجه مسعد ده، وما يقصدكش، هو يقصد اخوه. في شهود بالواقعه دي، واحمد حسين الشاهد وعصام دول شغالين عند احمد سالم، الشهود اللي خدهم وكيل النيابه شغالين عند دول، شغالين عندهم. مسعد ندهت يا حاج مسعد تعالى لو سمحت الفيديو الاولاني. قلت له لو سمحت مالكش دعوه بيا، انت مشكلتك مع ابوك واخوك وامك، مشكلتك مش معايا انا. عايز حاجه تعرفها اعرفها ايه؟ منهم. انا كده غلطت؟ لا، العيال خدوا الولاد اللي شغالين جنبينا، خدوا ابني وكتفوه وراحوا مدخلين المحل عندي في كذا مره. ابني جاي يلحق من الممر الثاني عشان يلحق ابوه، عشان فكر ان ابوه اتقتل. لا الناد راح مديله رصاصه في صدره، راح مديله رصاصه في بطنه، رصاصتين. ينفع عيل بيقول له انا فاضي؟ يعني ولا ماسكين سلاح ولا ماسكين حاجة، يعني مش نازلين لمشاكل. ما لو راجل نازل مرتب لمشاكل هنزل سلاحي معايا. أنا ما نزلت السلاحي وما نزلتش حاجة، هو مجهز لنا بقاله شهرين ثلاثة عايز يموت أخوه، جاب في ابني. فديت عيلة برغوت وفديت عيلة سالم بابني، بس خلاص أنا مش هسيب حد. أنا مضغوط عليا من البلد كلها عندي، اللي أنا ما بسيبش حقي بس عايزها بالقانون. مصطفى أنا عايز أسألك سؤال، هو ليه قصد يموت محمد بعينه؟ يعني ما ضربش فيك انت النار؟ انت ليه سامحني بالسؤال؟ هو ما كانش عايز، كانش عايز يموت. انا عايز يموت ابني انا عشان يحسرني عليه. ما عايز يحسرني في ابني، عايز يوريني اللي هو مضروبه بالنار. هو وابنه بيعمل ايديه كده اهو، هو ما عندوش صبيان، ما عندوش اي حاجه، بيعمل ايديه كده اهو. ازاي عند ظهر الوحيد ما لهوش الا ابنه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. شلت الشيله ده كلها، ولا ليا حته ارض ولا ليا حاجه. الارض يا بنيتها ملك انا باوراقي مسجله، ابوه عامل له قضيه اللي هو ملوش حاجه في الوكاله. ابوه عامل له محضر وقضيه ملوش حاجه في الوكاله. ابوه من قيمه ست اشهر باع، كان ماسك عماره في الموسكي مستولي عليها، ابوه راح جاب له الاسم وعمل له محضر وعمل له قضيه، ها، وكتفوه بقى. امه بعت العماره ب 18 مليون تساوي 60 مليون بسببه، عشان يخلعوا منه اي حاجه هو ماسكها. مجردينه من كل حاجة. عمل لأمه وأبوه قضية حج، اللي هم عندهم زهايمر. ده تربية عاق، تربية عاق، تربية عاق. بس جاب في ابننا، جاب في ابننا، بس حقه مش هسيبه، حقه مش هسيبه، حقه مش هسيبه. عملت محضر قبل ما هو يجيلك وتعرض لك؟ محضر النجدة اتصلت بيها قبلها بنص ساعة، الحقوني، واحد بيهددني بالنار عشان اعمل محضر واثبت عشان الطبنجه تتشال منه. ماشي. انا كل ده عايز الطبنجه تتشال منه. ماشي. ده لسه متجوز بقاله 11 شهر. انا كنت بجري الجواز وكان حاسس كده. ابنه عنده شهر، شهرين واربع ايام ولا خمس ايام، اعمل فيهم ايه؟ عيله صغيره اعمل فيها ايه؟ يتم وارمل وحرمني منه. الهي يا رب دمر كام عيله كده. يتم وارمل وحرمني منه. الهي يا رب. اهله كلموك؟ وحد يدرك؟ انا اللي كلمت اهله. ايوه قول لي بقى. بقى ما كان في المستشفى قلت لكم مش هسيبكم.
انتوا اللي عملتوا فيها كده. ما انتوا لو كنتوا خدتوه وبعتوه عننا ما كنتش حصل كل الكلام ده. لكن انتوا سايبينه بلطجي للناس يتبلطج على عيال شيالين ما يخليهمش يخشوا عيال بتاكلوا عيش. انزل اسالي عليه. انا مش عايز اللي انا اقول لك انا فلان. انا ماليش اعمل اي حاجه. وزي ما بيقول انا حطت ايدي على 70 متر. انا ولا 70 متر ولا متر ولا حطت حاجه. انا ملك بنيته لسه ليا فوق ماليش تحت. انا ماليش علاقه بالموضوع ده بينه وبين عيلة برغوت. اهله ما بين عيلة برغوت. انا داخل بصفي. هو عايز الحته دي, عايز الورق الاخير ده بتاع تقسيم الارض. ده ليه قد ايه وده ليه قد ايه؟ عايزه يعمل بيه ايه بقى عشان يعرف امطار ابوه قد ايه؟ سمعت ان هم كانوا عارفين بعض وياكلوا عيش وملح مع بعض. مين ومين؟ محمد ومسعد. عمره ولا انا عمري كلت عيش وملح معاه. اخوه ما لمهوش ليه؟ ما اخوه عارف انه هيتضرب بالنار. اخوه عارف ان كله كاتب على الحيطه كده, احمد سالم حرامي سرقني ب 7 مليون. اخوه مسعد يعلق ورقه ابويا عنده زهايمر وامي يعلق في الوكاله. انزلي اسالي كل الكلام ده انا بقوله. انا ما بكدبش بحاجه. يعلق ورقه على الحيطان. على الحيطان نعرف قضيه على ابويا وامي. يعني مش جاي يقول كده اهو, يعني عيله ملهاش بس ضاعت. ضيعوه في ايدي, ضيعوه في العيل الصغير, العيل اللي حرمان منه عمال احوش تحويشه امي. راح مش هيتساب, مش هيتسابوا لو كل مالي راح. مصطفى ما خدتش ابنك ومشيت له وقفلت كل ده في دقيقه ونص. الخناقه دي انا مش رايح لخناقه. انا لو رايح لخناقه كنت نزلت بسلاح. اقل ما فيها نزلت بسنجه, اقل ما فيها نزلت بحديده. احنا كتول الفيديوهات فاضيين ايدينا واللي لابسينه. ازيد من كده مفيش. انا مش رايح. لو رايح لخناقه هرتب, هنزل العيله وانزل كله. انا مش رايح لخناقه. انا رايح اقول له ابعد بعيد عني انا وابني. انا وابني لو سمحت مالناش دعوه بيه. طب لما راح يغير الهدوم ما قلتش لمحمد وقفلت وروحت ليه؟ انا ما كنتش موجود. بيجيب لي افطار من بره. انا الحمد لله اكل عيش ومكان.